في حي بابهوت في حمص القديمة تتابع وحدات جيشنا الباسل تقدمها بسيطرة عدد من كتل الأبنية وتنظف شوارع جديدة في الحي وتقضي على عدد من الإرهابيين من بينهم جنسيات غير سورية. في حي بابهوت هنا المعركة من نوع آخر، تدور الاشتباكات بين أبطال الجيش العربي السوري وإرهابيي جبهة النصرة من منزل إلى آخر ومن غرفة إلى أخرى ضمن المنزل الواحد، لكن الطبيعة الجغرافية للمكان من حيث الأزقة الضيقة والبناء الحي الأسود قد تفرض صعوبات محددة على المعركة، وبالرغم من هذا يتقدم الجيش بقوة وثبات مستعيدا سيطرته على بعض الكتل. هذه هي الأبنية والكتل التي كان يتجمع فيها المسلحون بأعداد كبيرة جدا، والآن أصبحت جميعها تحت سيطرة الجيش العربي السوري. سنتابع المزيد لنصل إلى خط التماس الأول مع العصابات الإرهابية المسلحة في حي باب هود. الجيش العربي السوري المتواجد في أحد المنازل في حي باب هود يشتبك عن المجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في المنزل المقابل له تماما. هنا يتمركز المسلحون بأعداد كبيرة ويقيمون السواتر ويحفرون في الجدران لقنص المارة وعناصر الجيش، لكن النصر العظيم الذي حققه الجيش العربي السوري في حي الخالدية أصاب مسلحي جبهة النصرة والقاعدة بالجنون، فحاولوا عبثا التسلل والهروب عبر الأنفاق والأقبية تاركين أدوات إجرامهم في كل مكان مروا إليه. تقوم واحدة من الجيش العربي السوري بملاحقة العصابات الإرهابية في منطقة باب هود في حمص القديمة على أحد المحاور، فتم تحرير بعض الكتل والأبنية والاستيلاء عليها وقتل عدد كبير من المسلحين، وقد تبين من خلال الجثث والتعرف على الجثث من أن هؤلاء جثث من الجنسيات غير سورية، جنسيات أجنبية. بالرغم من صعوبة القتال في هذا الحي يتقدم الجيش خطى ثابتة وبمعنويات عالية محققا انتصارا تلو الآخر لإعادة الأمن والأمان إلى كافة أحياء حمص القديمة. مع كل إشراقة شمس يلوح في الأفق أمل جديد يبشر بأن النصر آت لا محال والإرهاب إلى زوال في كل مكان. من حي باب هود لآخر التلفزيون، إيمان إبراهيم.